هذا وتسعى وزارة الداخلية إلى توفير أعلى معدلات الأمن والسلامة إلى كافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال مواصلة الجهود التوعوية وحملات تنفيذ القانون الهادفة إلى أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا. تنوه وزارة الداخلية بالسادة المواطنين والمقيمين بأهمية مواصلة العزم للتصدي لفيروس كورونا والالتزام بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي. لاحظنا في الفترة الأخيرة ارتفاع في نسبة الحالات الغائمة للمصابين بفيروس كورونا، لذلك احنا نشدد وننوه على جميع المواطنين والمقيمين بأخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والابتعاد عن التجمعات اللي هي كانت السبب الأول في ارتفاع نسبة الإصابات وأخذ مسافة الأمان في الأماكن العامة، خصوصا احنا في المرحلة المقبلة نرجع على العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي مثل فتح ساحات المطاعم والساحات الخارجية، طبعا لكن هذا يأتي وفق خطة مدروسة من قبل اللجنة التنسيقية وفق ضوابط يجب على الجميع الالتزام فيها وذلك لسلامتهم. طبعا شاكرين لجميع المواطنين والمقيمين اللي هم ملتزمين في الفترة السابقة بالإجراءات والتدابير الاحترازية، ونصيهم بإذن الله المواصلة بعزم وبروح المسؤولية وذلك للحفاظ على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا. يا أخوان أنتم مرتدين الكمام، هاي شيء إيجابي نشكركم عليه، لكن ما في أي تباعد اجتماعي ما بينكم، وهاي يعتبر مخالفة، وأنتم عارفين يعني التباعد الاجتماعي شيء مهم بسبب ارتفاع الحالات في الفترة الأخيرة، عدم وجود أي تباعد اجتماعي، فأرجو منكم أن تقللون العدد في المحل وأن يكون تباعد ما بينكم. إن شاء الله احنا قد التحدي ونواصل بعزم ونقلل الحالات في البحرين. إن أهمية تعاون أفراد المجتمع والتزامهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم والمجتمع هو غاية سامية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه، فالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات يعد ضرورة لنجاح الجهود الوطنية لمكافحة كوفيد-19.